استما ديتما أزول أنساتي سيداتي سادتي صباح الخير. الفيديو ياد راي زول وراي مغور راي غرق السف ضخران تبراتيني دوايانيا نايت متنخ لي ربما وراتني التعجاب وراتني السوسم غير اللي تيني غمس الفيديوهاتين ولا غمس التعليقاتين ارتني غيايت ما ياد هن وفلون غير نكي بزيز اتشم اشكون لا انت ما ديت تعلق نفخر الفيديو اني راك ندمغ الا نغمات نخ لاني الصغنس السني خفنس منو تختي لي غادي سكر غادي سكر التعليق منو الفيديو هاتا في ساوا غي ساوا لانك معنا سيدي تصور الطهربت معنا نتصور ديت الرباط ولا تسولت السمازيغ معنا حتى معنا نكرتني غير الماركه يا دي ربي كي الصبح ربي هاتو رفلك غير بزز اتكشمت الفيديو نو ولا تكشمت سنفولتينو في الفيسبوك ولا كلو تكشمت قط زراتينا غير لا يشمين ونضراس اكويت رقصاس غير غيكا ورفلك اللي ما يكينني قان كي دات تكشمت انت قلت سمو محمد هاد واخ زان ما يتيني اشكو افيو ضرب بي قويا داز راه هو لون وكان رد سمرك سغنكي اشكو كي غنكي داري تدرفيتين وداري تليلين وداري الحريانو هاد سول غاي لي ريغ ماشي كي راه يما لا نغد كريا انا راه في اللي سفتو ما سميتو شوفيني يا يان العنصريه يان اسميك زان ناحيه يان اش نرد نكيس رد مرقس غني خطا عربت الدارجة هاد الفصحى هاد التمازيغت حتى دا فرانسيس ترت تشكم غير اللي موغي السنة شو ونباهر نتلاحظو من يدعي العلم فإن علمت شيئا غابت عنك أشياء نقول الدعاه هاد السنة أنستي سيداتي سادتي إخواتي إخواني أخواتي إخواني بغيت نعاود حيت كاينين بعض الإخوان ما كيروقهمش وما كيعجبهمش الفيديوهات ديالي وما كيعجبهمش داكشي اللي كنقولو ربما وما كيعجبهمش واحد العدد ديال المسائل ما كتعجبهمش هنا بغيت نوجه لهم واحد الرسالة هو أنه أنا راه ما كنفرجش راسي على واحد اللي ما بغاش يتفرج في الفيديوهات ديالي ولا يطلع على التعليقات ديالي هنا كنقول لهاد كاين واحد حيت حنا كنبغيو خطاب يكون راقي وكنبغيو نوصلوا الرساله اللي ما كيعرفش الامازيغيه ملي كيعرف الامازيغيه راه لا حرج عليه راه كيعرف كلشي كيعرف اللي كيعرف وبغينا يكون خطاباتنا وتدخلاتنا والمسائل ديالنا تكون في مستوى راقي ما تكونش سوقيه ما تكونش واحد ونحترموا يكون واحد شويه ديال الاحترام ان بو دو ريسبي خص يكون فينا واحد شويه ديال التقدير والاحترام حتى الخطابات ديالنا الهضره الناقصه ما خصهاش تكون اغراط اللي ما عجبوش الفيديو ديالي ولا الصفحه ديالي في الفيسبوك او التعاليق ديالي اي راه كاين واحد خينا قال لك تفو وقال واحد الكلمه خايبه وقال لك ندمت علاش درت جيم هنا كنقول لهاد الاخ ما ديرش جيم راه كاين واحد البلاصه تما فيها جيم با كاين هكا وكاين هكا رجع دير هكا اون بلوس راه قلت لك ما فرضتش عليك باش تدخل الفيديو ديالي وكنهضروا حنا مع الناس اللي واعيين الناس اللي عندهم الفكر النير وعندهم الناس اللي كيشوفوا بعين انسانيه لا اللون لا اللغه لا الاثنيه لا العرقيه لا 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 الوطن انا كنشوف انسان كانسان لا انظر اليه الا لو ما كنشوفش اللون ديالو ما كنشوفش اللغه ديالو ما كنشوفش لا سميتو وكنشوف مستواه وكنشوف مستوى الخطاب ديالو حيت كاينين ناس ما قاريينش اميين ولكن مستواهم اكثر من هذاك اللي قاري
وكاين اللي قاري ومستواه راقي، كاينين الناس فيهم كما كيقول المثل بنادم حجره وطوب. ولهذا الله يجازيكم بخير، راه ما كاين بزز، ما كاينش اللي ما عجبوش داكشي اللي كنقول ما يدخلش ولا يبلوكيني ولا انا راه كنبلوكي واحد الانسان. قال لك الاختلاف رحمه، ولكن مع واحد الانسان اللي غتوصل فيه النقاش ديالو النتيجه، واحد الانسان اللي عنده نقاش جاف واجواف راه ما يمكنش لك توصل معاه والو. هي اللهم ما تفقدش، ما تعصبش معاه وما تخسر معاه الطاقه، ما تخسر الانرجي ديالك والطاقه ديالك بلا معنى. اذا ما غاديش تستافد منه وما غاديش يستافد منك. هي كما كيقولوا المصريين، الباب لياتك منه الريح، صدو واستريح. تنميرت، شكرا.